السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أسأل عن كيفية صلاة الحاجة. طيب، سؤال آخر. شكرا، يا أهلا وسهلا. سالم سأل عن حكم صلاة الحاجة، أو عفوا صفة صلاة الحاجة وحكمها أيضا. حكم صلاة الحاجة، جمهور العلماء على أنها مستحبة، ويستندون في ذلك إلى حديث رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لأحدكم حاجة فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، وذكر دعاء، الوقت انتهى، ذكر ذكرا معينا، ثم وفيه ولا تدع لي حاجة إلا هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، في الدعاء المشهور الذي يقال في القنوت. وهذا الحديث ضعفه الأئمة، ولذلك أكثر العلماء على أن هذا الحديث ضعيف، وبالتالي الحكم المرتب عليهم قالوا يستحب، لأنه الحديث ليس بشديد الضعف، إنما الحديث في إسناده ضعف، فأخذوا منه الاستحباب، والذي يظهر لو صلىها فلا بأس، لكن ليس في ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم يصليها؟ جمهور العلماء على أن يصليها ركعتين، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن يصلي أربع، كما هو مذهب أبي حنيفة. والله أعلم. جزاك الله خير، أحسن الله عليك، بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور خادم عبد الله المصلح، أستاذ الفقه المشارك بجامعة القصيم، والشكر كذلك